حبايب قلبي الحلوين، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده فيديو جديد بقراءة جديدة. الفيديو النهارده هيكون عن علاقات المنفصلين، علاقات البعد. مفيش بينكم كلام في الوقت الحالي، انت ساكت وهو ساكت، انت بعيد وهو بعيد، اوكي. العلاقات اللي فيها مشاكل، فيها عوائق، فيها انفصال بسبب مشكلة حصلت بينك وبينه، أو تدخل الأطراف مثلا. يعني القراءة تصلح للمنفصلين وتصلح كمان للكراش أو للشخص اللي أنت معجب بيه بس مفيش بينكم اعتراف، وشخص ده هو دلوقتي في طاقة بعد أو مفيش بينكم كلام. طيب هنعرف إيه عن الشخص ده النهاردة؟ هنعرف طاقته في بعده عنك عامل إزاي، هل قادر على بعدك عنه ولا لأ. الشخص ده بيراقبك ومشغول بيك، في حد تاني شغله. هنعرف بالظبط هو بيفكر في ايه من ناحيتك ومشاعره ونيته الفترة الجاية بإذن الله. القراءة دي هتكون بأول حرف من اسم الشخص أو باختيار الأحجار. مجموعة رقم واحد هتكون بحجر الأكوامارين أهو، مجموعة رقم اتنين هتكون بحجر عين النمر، التايجر آي، تمام؟ أو بأول حرف من اسم الشخص. طيب لو انت أول مرة تشوفوني، ياريت تنوروني وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس علشان يوصلكم كل جديد أنا بعمله. ولو حد محتاج يحجز قراءة مدفوعة يتواصل على رقم الواتساب، هتلاقوه دايما تحت عندكم في الديسكريبشن بوكس. تعالوا كده نبتدي. مجموعة رقم واحد حجر الأكوامارين، اوكي. تعالوا نشوف طاقتكم عاملة ازاي دلوقتي. طاقة مجموعة رقم واحد، ده انت اهو مقرر ان انت تلم كل حاجة وتمشي، مقرر ان انت خلاص يمكن يئست من علاقة، يئست من ان انت مستني الشخص ده بقالك فترة مثلا يعمل خطوة تجاهك، مستني البعد اللي ما بينكم يخلص، مستني يكون في كلام، في قرب اكتر، ما بيحصلش. انت بتلم مشاعرك، بتلم اللي حاصل وبتمشي. حاسس ان كده هتكون انت انتصرت على احساسك بمشاعرك ناحيته. حاسس ان انت كده هتكون في موقف قوة مش في موقف ضعف، مع انك انت من جواك بتدمر. يعني حرفيا انت تعبان جدا من جواك، وانت في صراع داخلي جواك وتفكير 24 ساعة. انت بقررت او بتقرر بالطاقة الحالية ان انت ترحل عن علاقة تعبتك وخدت منك وقت كبير ومفيش فيها اي فايدة او اي امل، فحسيت ان انت خلاص عاوز تمشي. ممكن فعلا يكون العلاقة دي فيها عوائق، زي ما اتكلمنا في اول الفيديو قلنا النهاردة هنتكلم عن العلاقات اللي فيها عوائق. فانت حسيت ان مفيش امل في العلاقة دي وقررت ان انت تمشي. ممكن برضو يكون الشخص ده بالنسبة لك كراش، وبقالك فترة في طاقة اون اوف وفي طاقة تلميحات، وبعد كده يبعد خالص ومفيش منه اي تقدم في العلاقة. فبرضو حسيت ان انت خلاص هتبعد او مش هتفكر ان انت تتكلم معاه تاني او تقرب منه تاني او تعمل انت اي حاجة، اوكي. طيب انت حاسس في بعدك عن الشخص ده او ان انت تكون لوحدك اريح، واللي ربنا عاوزه هيكون. يعني انت ما شاء الله يعني عندك ثقة في الله، وعندك ثقة ان اللي هيحصل او اللي هيبقى بعد كده حتى لو الشخص ده مش نصيبك فهو خير ليك، اوكي. طيب تعالوا اخد لكم برضو كروت من الانرجي. انت في طاقة اكتئاب يا مجموعة رقم واحد، في طاقة اكتئاب وطاقة هرب. انت عاوز تهرب من شعورك، عاوز تهرب من الاحداث الجارية حواليك، عاوز تهرب من الشخص ده ما تبانش قدامه. يمكن بتحاول ان انت تختفي ما تبانش. عندك مشاعر قوية وبتحاول ان انت تعمل اتفاقية مع نفسك، بتحاول ان انت تقول خلاص انا همشي على واحد اتنين تلاتة، انا مش هعمل كده تاني. كمان انت يعني بقيت اكتر احساس بالاتزان عن الاول. يمكن الاول انت كنت تعبان وفي طاقة تفكير
كتيرة قوي، ولكن انت لما قررت ان انت تبعد واللي ربنا عاوزه هيكون وان انت تمشي من العلاقة دي، حسيت ان انت ابتديت ترتاح شوية او ترضي ضميرك شوية عن اللي بيحصل. اوكي طيب، تعالوا كده نشوف طاقة الشخص ده في بعده عنك دلوقتي عاملة ازاي. نعرف طاقة الشخص ده في بعده عن مجموعة رقم 1، ده بيفكر في حاجة يعملها، بيراقبك في الدرة، يعني بيراقبك في الخفاء من غير ما انت ما تشعر يمكن، او بيسأل عنك حد من غير ما انت ما تشعر، بيفكر كتير قوي الفترة دي. حاسس ان هو المفروض يعطي، يعني حاسس انه قصر معاك او ما كانش المفروض ان يعمل كده، يعني المفروض ان هو كان يعطيك اكتر، عاوز او فاكر ان هو لما يراقبك في الخفاء او يراقبك من غير ما انت ما تشعر ويعرف اخبارك، ده كده اوكي، هو بيرضي نفسه او ضميره. ولكن لما حس ان انت خلاص بتبعد بطاقة، يعني انت خلاص بقيت مختفي خالص من قدامه، مش هيعرف عنك حاجة، ابتدى انه يحس لا، المفروض ان هو كان قرب منك اكتر، المفروض ان هو كان عمل حاجة علشانك، المفروض ان هو كان في عطاء من ناحيته ليك. فهو بيفكر دلوقتي الطاقة الحالية بتاعته طاقة تفكير تفكير تفكير، يمكن شغل نفسه في العمل شوية، ويمكن عنده حتة اكشن كده عاوز يعملها، او بيفكر في ان هو يعمل اكشن تجاهك. تمام طيب، تعالوا كده نشوف كروت الانرجي طاقة الشخص ده عامل ايه. بيفكر في بداية، بيفكر ان هو يمشي بقى بطريقة تانية غير اللي هو كان ماشي بيها، وبرضه بيفكر في العمل قوي. يعني على فكرة ممكن يكون الشخص ده من كتر ما هو شخص بيحب جدا عمله وكل وقته لعمله، وما كانش بيديك اي اهتمام، ما كانش بيديك اي امل في العلاقة، فانت ابتديت ان انت تمشي. انا شايفاه شخص عملي بيفكر جدا في العمل، حتى في طاقة بعده عنك هو بيفكر فيك، بس برضه بيفكر في العمل. تمام. وممكن يكون الشخص ده برضه بيمر بمشكلة صحية في الفترة الحالية، شايفة كمان ان هو بيدعي ربنا بحاجة معينة الفترة دي، واكتشف وجوه وناس حواليه مش كويسين في الطاقة الحالية. ممكن يبقى لو انت في ما بينكم حصل تدخلات من اطراف اخرى، فاكتشف ان الاشخاص دي مش كويسين، ويمكن هم اللي بعدوكم عن بعض وخلاك انت ترحل وتمشي، اكتشف الموضوع ده. لو ما كانش في تدخلات من اطراف اخرى، ففي هو في حياته هو الشخصية، حياته الاجتماعية، ناس مش كويسة هو اكتشفهم وعرف ان هم ناس اعداء لي مش احباب. تمام. عندي برج السرطان عند طاقة الشخص اللي انت بتفكر فيه او حطيته في بالك، وكمان عندك انت طاقة برج السرطان، وعندك طاقة برج العذراء، وعندك طاقة برج العقرب. تمام طيب، تعالوا كده بقى نشوف الشخص ده مشاعره ايه. شوف الكروت التانية، مشاعره ايه الطاقة الحالية. مشاعر حب وانتظار، منتظر حاجة، منتظر يمكن انت ترجع تبان تاني، يمكن انت مختفي دلوقتي، ولو انت لسه ما اختفتش من قصاده فهو منتظر حاجة، وبعد كده هيتكلم او هيقول اللي جواه، او هيحسسك باللي هو كان مصدر الخلاف ما بينكم لو انتوا كنتوا مرتبطين وانفصلتوا. طب لو ده كان كراش بالنسبة لك، فيبتدي ان هو يعني ما يبقاش فيه انقطاع، او ما يبقاش فيه مثلا قرب او بعدين بعد، لا هيكون فيه عطاء اكتر في العلاقة. ليه؟ لان فيه مشاعر، الشخص ده عنده مشاعر ليك، قلقان جدا الفترة دي، مش عارفة هو قلقان من تصرفاتك انت، او قلقان ان انت بعدت عنه مرة واحدة. تمام. حلو. بصوا، انا شايفة ان الشخص ده عارف وتأكد ان هو كان غلطان معاك،
في تصرف معين او في تصرفات كتيره كان بيعملها ما كانتش بتعجبك وانت بعدت عنه بسبب التصرفات دي، وهو ادرك ان انت صح وان هو تصرفاته كانت غلط. الشخص ده منجذب ليك اكتر عن الاول، يعني بعده عنك فيه انجذاب اكتر عن الاول، او خد باله من حاجه ما كانش واخد باله منها الاول، خصوصا لو كان كراش. انت سيطرت على تفكيره الفتره الحاليه او مشاعره الحاليه، انت مسيطر على تفكيره. اوكي، الشخص ده مركز معاك، الشخص ده مركز معاك ومركز على حياتك ومركز انت بتعمل ايه، ولو انت فعلا فعلا اختفيت فهو يعني حاسس جدا بالاختفاء ده، والاختفاء ده قلقه جدا وعاوز يعرف انت اختفيت ليه وانت عملت كده ليه. طيب لما طلع الكارت ده يبقى هو عاوز يحسن من تصرفاته معاك، مشاعره في مشاعر كويسة جدا ناحيتك، وهو عاوز يحسن من تصرفاته معاك وعاوز تديله فرصة. سواء انت شخص ده انفصلت عنه او كراش، بتكلم عن التقطيع، الشخص ده عاوز فرصة منك، وادرك ان هو فعلا كان غلطان في حقك، وادرك ايه سبب الخلاف ما بينكم، يعني هو عارف ايه سبب الخلاف ما بينكم. ولو كان انتوا كنتوا في علاقة خطوبة مثلا او علاقة ارتباط وكان الاهل عارفين الموضوع ده، فانا شايفة ان ممكن يكون تدخل امرأة هو اللي افسد العلاقة ما بينكم. مش امرأة ان علاقة ثلاثية والكلام ده، لا، امرأة من عيلته مثلا او من عيلتك افسدت الموضوع، خلت فيه خلاف، خلت فيه بعد اكتر. تمام، هو دلوقتي يمكن عارف الحقيقة، يمكن هو دلوقتي بقى متوازن عن الاول، يمكن الاول ما كانش فارق بعدك عنه، بس دلوقتي فارق، ودلوقتي في شبح الخوف، هو خايف جدا ان انت تكون خلاص كده بعدت عنه كليا، فخايف جدا من الموضوع ده. فالشخص ده مشاعره ليك دلوقتي مشاعر حب وندم. تمام، طيب تعالوا كده ناخد من كروت تانية ونشوف هل الشخص ده قادر على بعدك، في حد تاني شغله. لا، هو مش حكاية في حد تاني شغله، هو اللي شغله عمله، يعني مفيش حد تاني شاغل هذا الشخص، حتى لو في حواليه ناس كتير. هو مش قادر على بعدك، بس بيحاول يستقوى، بيحاول يكون قصادك شخص قوي، شخص مش همه حاجة، بس هو من جواه زعلان جدا وشايف ان انت فرصة او حاجة كويسة ضاعت منه، ان حاجة هو المفروض كان حافظ عليها علشان ما يكونش في حاجز بينك وبينه. الحاجز اللي بينك وبينه دلوقتي من تصرفاته، خلاك انت عملت حاجز، فهو شايف ان في حاجز وشايفك اهو مش عارف يوصلك. يعني بصوا، انت زي الكرة وهو اهو في زي ازاز وهو مش عارف يوصلك، بيبص عليك من بعيد وحاسس ان دي حاجة راحت منه. تمام، او حاجة كانت هتبقى في حياته كويسة وراحت منه خالص. طيب الشخص ده بيراقبك جدا وبيبص عليك، ولو انت فعلا بطاقة اختفاء ملاحظ ده جدا، وبيفكر وعمال بص يحط ايده كده، يا ترى بيعمل ايه، يا ترى راح فين، يا ترى بيكلم حد، يا ترى خلاص نسيني، يعني عمال بقى يعمل احتمالات كتيرة. كل اللي شغله الفترة دي هو العمل بتاعه. وبرده الشخص ده مشاعره زادت ليك من ساعة ما حصل بينكم فراق او بعد، مشاعره زادت اكتر او عرف قيمتك اكتر. تمام، طيب تعالوا نشوف نية الشخص ده ايه اتجاهك، عايزين نعرف نيته. طيب ناخد من الكروت دي. نية هذا الشخص ايه؟ طلع لي برج الاسد هنا على فكرة، طلع لي مرتين. اوكي، ممكن يكون انت هو من برج الاسد، عايزين نعرف نية الشخص ده ايه تجاه مجموعة رقم واحد. يا ترى نيته ايه؟ عاوز يضيع الاحساس ان هو فقدك، يعني شوف الحتة دي، هو دلوقتي كده حاسس ان هو فقدك، فعاوز يضيع الاحساس ده، عاوز يحس ان لا، في حركة هتحصل، في كلام هيحصل ما بينك وما بينه، في استشفاء للعلاقة.
الكارت جاي مقلوب هنا، فالشخص ده عاوز عاوز يضيع احساسه ان هو فقدك، تمام؟ احساس التردد اللي كان معاه وهو معاك في العلاقه، الاحساس ده خلاص تقريبا راح. علاقه الام اوف مثلا كان فيها متردد بيقرب ويبعد، الاحساس ده خلاص من ناحيتك او نيته ان هو خلاص استقر على حاجه، تمام؟ بيحلم بيك او بيفكر فيك او بيتخيلك هذا الشخص وهو قاعد شايفك ان انت شيء، يعني حاجه كده بتلمع، حاجه حلوه، انه لو خسرك هو كده خسر حاجات كتير، تمام؟ التفكير ابتدى خلاص يقل لانه خد قرار، خد قرار بتصليح هذه العلاقه، تمام؟ برضو الشخص ده نيته ان هو خلاص اتعلق بيك، في تعلق في الموضوع، تمام؟ في تعلق بالموضوع وخلاص حس ان هو مش هيعرف ينزل من التعلق ده، فنيته ليك انه يصلح العلاقة، انه يقرب منك اكتر، انه حتة ان هو كان متردد من ناحيتك تختفي، حتة ان هو كان راقد ما بيعملش اي خطوة تجاهك تختفي، ابتدى ان هو يحس بقيمتك فعلا. برضو الكارت ده معناه ان في حاجة منتظرها، الشخص ده في حاجة منتظرها ومش عايز يتحرك دلوقتي لانه هو منتظر حاجة معينة، تمام؟ بس هو عنده استعداد وعلى اتم استعداده انه يتحرك ناحيتك ويتكلم معاك ويرجع لك، بس في حاجة معينة منتظرها وهياخد خطوة تجاهك. تعالوا كده، بس هو مركز معاك وبيراقبك بشدة. بصوا بقى، العلاقة ما بينكم انتوا الاتنين يمكن كان في فعلا ارتباط وانت خلاص قررت ان انت تنسى خالص من حياتك، ارتباط يعني اعترف لك بالحب وانت اعترفت له بالحب، وحسيت ان العلاقة ما بينكم غير متكافئة، حسيت ان مفيش مشاعر، على قد ما بتدي مش بتاخد، انت دايما بس بتدي، هو ما بيعملش حاجة، ما بيعملش خطوة تجاهك، ما بيعبر لكش عن حبه، دايما ما بيبين لكش الاهتمام ده بالافعال قبل الكلام، لأ. فانت قررت ان انت تمشي بالرغم ان انت حاسس ان انت في كيمستري ما بينك وما بينه، فلما انت مشيت حصل في العلاقه اتراكشن اكتر، حصل ان هو اتشد ليك اكتر، او حس ان انت فعلا تستاهل ان هو يعمل علشانك حاجه وان هو غلطان، تمام؟ انت حسيت ان العلاقه مش نافعه او ما فيهاش امل وبعدت، ولما انت بعدت هو حس ان هو يعني ما كانش المفروض يتعامل معاك كده، تمام؟ طيب لكم برضو لو في برج طلع لي، في شبرك طلعت لي تاني، تمام؟ في شبرك طلعت لي تاني الا برج الاسد زي ما قلت لكم، برج السرطان، برج القوس، برج الحمل، برج الميزان، لكم الأرقام برضو، رقم 10 جدا ورقم 6 و3 و8، 6 و3 و8. أوكي طيب، أنا كده خلصت مجموعة رقم 1، تعالوا ننتقل إلى مجموعة رقم 2، الناس اللي اختارت حجر التايجر آي. أو بأول حرف من اسم الشخص، تمام؟ طيب الناس اللي اختارت حجر التايجر اي او اول حرف من اسم الشخص، تعالوا كده نعمل نشوف طاقتكم ايه دلوقتي، طاقة مجموعة رقم 2. انت في طاقة مراقبة كتيرة لشخص اللي انت حطيته في بالك او شخص تاني، بس انت في طاقة مراقبة وفي طاقة تعلق بهذا الشخص اللي انت بتراقبه،
ممكن تكون بتصلح حاجة في العمل بتاعك أو في حياتك، أو بتحاول إن أنت تصلح نظام أنت كنت ماشي مثلا بنظام غلط، وبتبتدي إن أنت تصلح النظام ده وتشوف الصح إيه. تمام، أنت بتصلح حاجة في حياتك الفترة الحالية، عندك مشاعر ومشاعرك متدفقة جدا. يمكن انت لو بتفكر في اموال، او في عندك مشكلة في اموال، ففي اموال جايلك في الطريق ان شاء الله. ولو انت دلوقتي في عمل ومستني منه ربح، فانت برضو ما شاء الله هيجيلك منه ربح كبير. انت في طاقة سيطرة على النفس، في طاقة مراقبة وسيطرة على النفس. مسيطر على نفسك جدا، مسيطر على مشاعرك. ممكن كمان تكون بتراقب الشخص ده ومتعلق بيه وغيران من بعيد لبعيد، بس ما بتتكلمش، ساكت. انت في طاقة قلق وحيرة، ويمكن انت في مشاكل بينك وبين الشخص اللي انت بتفكر فيه او بتراقبه او متعلق بيه ده، في مشاكل، في ضغوطات، في عوائق، في تدخلات لناس اخرى. يعني الدنيا مش مظبوطة خالص. ناين اوف سورز، انت بتقوم من النوم تفكر فيه، بتصحى على كابوس، بتصحى تلاقي نفسك دماغك شغالة بتفكر في الوضع الحالي اللي انت فيه، تعبان، يمكن بيجيلك صداع من كتر التفكير، بيجيلك ارهاق، بتحس مثلا ان عينك مزغللة، مش متوازن، مش متوازن. انت مثلا بتحس مثلا ان في زغللة في عينك كده ومش متوازن، ده من كتر التفكير والضغط على اعصابك. مجموعة رقم واحد ليه كده؟ سوري، مجموعة رقم اتنين ليه كده؟ تعالوا نشوف طاقتكم. طيب بالإنرجي، مجموعة رقم اتنين، طاقة مجموعة رقم اتنين. انت بتحاول تتوازن طاقة اليينج وطاقة اليانج عندك، مش متوازن. انت بتحاول تعمل اكشن، بتحاول تاخد خطوة في حاجة بس مش بتعملها. يعني انت بتحاول ان انت تعمل الخطوة دي بس مش بتعملها. لو انت اتظلمت في حاجة او امورك كانت متعطلة في حاجة، ففي انتصار قوي جايلك يا مجموعة رقم اتنين. انت بتفكر في بناء اسرة، بتفكر في بناء بيت، بتفكر ان انت تكون مستقر، حياتك كلها تكون فيها سلام داخلي، انت بتفكر في كده. اوكي، طيب تعال نشوف طاقة الشخص اللي انت بتفكر فيه او انت حطيته في بالك النهاردة. طاقة الشخص ده ايه؟ مجموعة رقم اتنين. طاقة الشخص ده ايه يا ترى؟ هو في طاقة انتصار، هو في حاجة يمكن خد حقه من حد، او حس بانتصار على حد، او على مشكلة كانت في حياته. حاول اوريكم الورق. اوكي، في نجاح في حياته الفترة الحالية. طيب برضو انا شايفة ان هو في طاقة سلام داخلي جواه، عنده طاقة سلام داخلي، عنده طاقة استشفاء من اشياء كانت في حياته تعباه، عنده طاقة شفاء. شفاء لو هو كان تعبان بيمر مثلا بأي مشكلة صحية، فهو اوكي تمام دلوقتي. عنده طاقة تفكير كتير ورهيب، وبيفكر حاليا بنضج أكتر عن الأول. يمكن بيفكر في أموال، بيفكر في عمل جديد، بيفكر إن هو يحوش عشان يجيب حاجة. يعني هو كل تفكيره في الأموال، وفي كان عنده مشكلة صحية أو مشكلة نفسية كان بيفكر إن هو يتخلص منها، وهو فعلا تخلص منها كويس جدا. تمام، شايفه والله طاقة انتصار على حاجة يعني. اوكي، طيب هو مربوط في الماضي، او مربوط في الحاجة اللي حصلت ما بينكم، او المشكلة اللي حصلت ما بينكم، بالرغم ان هو يعني بيشغل باله بالعمل، بيشغل باله بان هو يكون مثلا فلوس، او يكون حاجة علشان يعمل حاجة هو كان مستنيها بقاله فترة، بيفكر في حاجة يعملها يعني، لأنه برضو محبوس في الماضي، أو محبوس في الوقت اللي حصل ما بينكم مشاكل. بيفكر جدا في الوقت ده، وبيفكر إن هو زي متكتف، زي مثلا
ما كانش قادر انه يعمل حاجه في الوضع اللي حصل ما بينكم. تمام، طيب خلينا نشوف الشخص ده طاقته عامله ازاي بكروت الانرجي. تمام، هو في طاقة أزمة مادية على فكرة، الشخص ده عنده أزمة مادية، ويمكن علشان كده بيحوش فلوس لشيء ما أو بيفكر في شغله قوي الفترة دي. تمام، كمان الشخص ده قلبه موجوع، بيفكر إزاي ينتقل من الأزمة المادية اللي عنده إن يكون عنده وفرة مادية. كمان بيفكر في الحب وبيفكر في مشاعره وبيفكر إزاي يخرج من الطاقة اللي هو فيها دي، بالرغم اني اول ما نزلت كروت قلت لك الشخص ده هو عنده احتفال او انتصار على حاجه، الا ان برضو الشخص ده تعبان في حياته يعني. اوكي، طاقته في البعد عنك هي مش كويسه، الشخص ده زعلان وتعبان في بعدك عنه. تمام، طيب الشخص ده ممكن يكون من برج القوس، انت ممكن تكون من برج الحمل، وفي ارقام 10 و14 و4 في تاريخ ميلادك. طيب تعالوا كده بقى ننتقل ونشوف الشخص ده مشاعره عامله ايه، والشخص ده عامل ايه في بعدك ومشاعره عامله ايه ونيته ليك ايه بالتحديد. اوكي، طيب تعالوا نعرف مشاعره في الطاقه الحاليه ليك ايه وهو بعيد عنك كده، مشاعره عامله ازاي. مشاعر الشخص اللي بيفكر فيه مجموعه رقم 2 يا ترى عاملة ازاي دلوقتي؟ تعالوا كده نشوف. ده صامت جدا الشخص ده، مجموعة رقم 2، الشخص ده صامت قوي في مشاعره وبيعرف جدا يسيطر على مشاعره. اوكي، شايفة في بينكم بلاد او في بينكم بعد بقاله فترة. طيب الشخص ده عاوز ما بينك وما بينه بداية جديدة، عاوز فرصة جديدة، عاوز انه يخش حياتك من اول وجديد وانت تخش حياته من اول وجديد. مشاعره ناحيتك فيها انجذاب قوي قوي وواضح. والشخص ده على فكرة يمكن لسه شايفك قريب، او ده طبعا مش الناس اللي في بينهم مسافات، لو انتوا مثلا في العمل مع بعض او في الدراسة مع بعض، الشخص ده اخر مرة شافك او شاف ليك صورة كان بيبص فيها قوي وكان بيبص في ملامحك جدا وكنت وحشه قوي، بس مسيطر على مشاعره ومسيطر على نفسه بطريقة كبيرة جدا. الفترة الحالية الشخص ده بيشعر بمشاعر ليك وانجذاب ليك، وكمان برضو مسيطر على نفسه قوي، يعني انت قدام شخص صامت بطريقة كبيرة قوي قوي، يعني ما بيتكلمش، ما بيبينش، ما بيعبرش، حتى لو بيراقبك مش هيوريلك، حتى لو بيسأل عنك حد مش هتعرف، او هيقوله مثلا ما تقولهوش ما تعرفهوش، يعني هو كده، هو شخص كده، يمكن شخص غامض شوية وانت مش فاهمه. طيب تعال نشوف كده الشخص ده هل قادر على بعدك عنه. هل الشخص ده قادر على بعدك عنه؟ بيحاول يتوازن ويفكر في العمل اكتر. على فكرة في ناس كتير معجبين بالشخص ده حواليه، بس هو بيبص عليك انت وبيراقبك انت ومعاك انت، وبرضه بصوا نفس الكارت، سبحان الله، عنده انجذاب قوي جدا ناحيتك، انجذاب شكلي يمكن اكتر، هو معجب جدا بملامحك وبتجذبه جدا وبتأثيره ملامحك، الشخص ده بتأثيره ملامحك جدا، وعنده انجذاب قوي ناحيتك الفترة دي. اوكي، هل الشخص ده قادر على بعدك؟ مش قادر على بعدك، ولكن بيحاول انه يكون متوازن، بيحاول انه يلاقي طريقة انه هو يبين لك انه هو مش في دماغه مثلا او مش بيفكر فيك. دي هو طبعا يعني جامد قوي في الحتة دي، بس هو من جواه لا بيفكر فيك وبيبص عليك دايما وبيراقبك دايما، دايما انت على باله ودايما مشغول بيك، بالرغم من في ناس كتير حواليه معجبين بيه وفي حياته، سواء هو رجل او امرأة، في ناس كتير حوالين هذا الشخص. اوكي، فهل قادر على بعدك عنه؟ هنقول لا، بس بيبين انه تمام.
نشوف الشخص ده في حد شغله ونتأكد من الموضوع ده. هل في حد شغل هذا الشخص؟ لا، ده زعلان على بعدك. ده هيرميت يا جماعة، ده لوحده وزعلان على بعدك، وزعلان ان انت بعيد عنه، وزعلان ان ممكن يكون حصل بينكم مشكلة او في عائق بيعوق انه يكون معاك، او انت عندك عائق برضو مش مخليه يقرب منك. زعلان ان الوضع ما بينكم كده. هو مش فرحان بالناس اللي حواليه، على قد ما في ناس حواليه، بس هو مش فرحان بالموضوع ده خالص. هو بيفكر فيك، زعلان ان انت بعيد. هل في حد تاني في حياته او شغله او كده؟ لا، مفيش حاجة في حياته شغلة هذا الشخص. وزي ما قلت لك كده، هو اخر مرة شاف صورتك او شافك كان معجب بيك جدا، ويمكن كان بيبتسم وهو بيبص عليك، ومن ساعتها وانت مسيطر على تفكيره اكتر. تمام، بيشعر ناحيتك بمشاعر حب، مشاعر اخلاص على فكرة. حتى لو الشخص ده هو بالنسبة لك كراش، معجب، الشخص ده بيشعر بمشاعر اخلاص جواه ليك. ما يحبش ان حد يقرب منه او ان هو يعترف له مثلا باعجابه او حاجة. لا، هو معاك انت، هو حاسس بمشاعر ناحيتك انت. فما تقوليش ان الشخص ده في حد تاني شغله، لا، الشخص ده هيرميت، هو لوحده دلوقتي، ما فيش حد في حياته، ما بيفكرش في حاجة غير فيك انت. حاسة ان العلاقة دي فيها عوائق، انت متكتف في الطاقة بتاعتك وهو كمان متكتف هنا، فحاسة ان فيها عوائق اكبر منك ومنه. ممكن يبقى حاجة مثلا علاقة ثلاثية، شخص ده من بلد وانت من بلد تانية، يعني حاجة كبيرة كده، يعني حاجة مش بسيطة. تمام، لاني شايفة ان انتوا الاتنين عاوزين بعض، بس انتوا الاتنين متكتفين، او زي في حاجة كده مسكاكم، مش عارفين ان انتوا تقربوا من بعض، ومش عارفين ان انتوا تكونوا مع بعض. اوكي، طيب تعالوا نشوف الشخص ده نيته ليك ايه. نشيل الكروت دي بقى. عندي هنا برج السرطان، برج العذراء، برج الميزان جدا، برج السرطان تاني، تمام، برج الميزان تاني، برج العقرب، تعالوا نشوف بقى الشخص ده ناوي يعمل ايه معاك. طيب، عايزين نعرف الشخص ده ناوي يعمل ايه مع مجموعة رقم 2. ناوي يعمل معاهم الناس اللي اختارت حجر التايجر اي، الشخص ده ناوي يعمل معاهم ايه؟ في الطاقة الحالية مفيش أي حاجة هيعملها. في الطاقة الحالية يفضل زي ما هو، بعيد، بيراقب، متحفظ على مشاعره، عنده سيطرة، مش بيتكلم، بيبين لك عدم الاهتمام. وبعد كده الطاقة هتخليكم تقربوا من بعض، ويمكن هتشوفوا بعض في لقاء. أنا شايفة إن هو بعد فترة من الجمود، بعد فترة من البعد، من عدم الكلام، هيكون في لقاء ما بينكم، وهيقول لك قد ايه هو كان زعلان وتعبان وهو بعيد عنك، بالرغم من انه شخص صامت، بالرغم من انه شخص ما بيتكلمش، الى ان الشخص ده هيتكلم وهيقرب منك، وهيقول لك كل حاجة كان حاسسها في بعدك عنه، وقد ايه هو كان مشتاق ان هو يشوفك او يتكلم معاك او يسمع صوتك. ولكن في الطاقة الحالية هيفضل زي ما هو. بعد كده هيبتدي ان يكون في قرب، هيبتدي ان يكون في بدايات ما بينكم انتوا الاثنين. الطاقة بتاعت الناين اللي هو الشخص المرتاح اللي قاعد في مكانه، اللي راضي بكل حاجة ومبسوط، او مش عاوز يعمل حاجة خلاص، هتتقلب، هيبقى في تحرك، هيبقى في اكشن في الموضوع، مش هيبقى في ركود في العلاقة ما بينكم انتوا الاثنين. تمام، بس يعني بعد فترة مش طويلة الشخص ده هيتحرك تجاهك، وهيتكلم على كل اللي هو حاسه
من ناحيتك، وهيقول لك قد ايه هو كان تعبان وزعلان في بعدك عنه. تمام، تعالوا نشوف كده. يقول لك في رومانتك فيلينج، في هارت تو هارت كونفرسيشن، يا في باست لايف ريليشن شيب، ومفروض ان انت تعبر عن حبك. على فكرة الشخص ده سكوتك مدمره، سكوتك مضايقه، عاوزك تتكلم، عاوزك تقرب، عاوزك تبين له ان انت عاوزه. يعني يمكن انت صامت وهو صامت، وانت ما بتقربش وهو ما بيقربش. بيقول لكم الكارت ان انتوا محتاجين ان انتوا يكون في كلام من القلب للقلب، اللي جوه قلبك تقوله واللي جوه قلبه يقوله. وبيقول لك كمان express your love، انت شخص بالنسبة له كتاب مقفول، ما بتتكلمش كتير برضو، ما بتعبرش عن حبك، ساكت، ما بتلمحش على الأقل. فبيقول لك النصيحة عبر عن حبك. وكمان بيقول لك ان انتوا علاقة من زمن سابق، انتوا شفتوا بعض قبل كده. بيقول لك ان في romantic feeling، في احاسيس رومانسية، في كلام هيتقال من قلبك لقلبه، من قلبه لقلبك، وهيكون في كده لقاء ما بينكم كويس. انا شايفة المجموعة رقم 2، يمكن هو مش هيبعت لك مسج او مش هيكلمك في الموبايل مثلا، لا ده هو هيطلب منك يشوفك، هيبقى عايز يشوفك الشخص ده. تمام، طيب انا عندي هنا برج الجوزاء، برج العذراء، بس مفيش ابراج تانية موجودة. انا كده خلصت القراءة النهاردة، يا رب تكون القراءة عجبتكم وانطبقت معاكم. ما تنسوش اللايك والسبسكرايب، وتكتبولي عاوزين قراءات ايه الفترة الجاية في الكومنتس تحت. وكمان لو حد محتاج يحجز قراءة مدفوعة يتواصل على رقم الواتساب، هتلاقوه دايما عندكم في الديسكريبشن بوكس. شكرا لكم، باي باي.